لو الشتاء ذاب الشتاء ولكني لن أذاب مثله. مساء الخير عليكم، وحشتوني قوي قوي. وقلت الصراحة أنا مش هينفع أن أنا يعني أنهي السنة دي تحديداً 2020 من غير ما أكون معاكم. إحنا حاولنا نعمل حاجة كده بسيطة كأنكم موجودين معنا، بس يعني ليكم في الأساس. وأتمنى أن أنتم بستوا معنا النهاردة. كل سنة وأنتم طيبين، إن شاء الله السنة الجاية تكون سنة أحسن بكتير من السنة دي. Cartas.
فاكرة يعني الأغنية دي كل ما أغنيها أفتكر مايكل عادل، مايكل عادل الشاعر اللي كتبها معايا، وهو صديق عزيز عليا جدا، فحبيت أقول برضو إنه هو كتبها معايا، هو أكشلي يعني ابتدينا الفكرة سوا وهو كملها. مش عايز تلعب بحاجة يا رضا؟ مش عارفة يعني اللي أنت عايزه، أنا معاك. نسمعهم حاجة مثلا. انا الزناتي انا جمال المحامل زناتي.
يعني انا سامعاكم يعني سامعاكم وانتوا يعني بتغنوا معايا. ممكن نغني ايه تاني؟ نغني ايه تاني؟ نغني دوائر. دوائر
ملكك وسول الوصول وشمس وفصول ما ترجع لأصلك ويشوف مين في فصلك دي شمسك وارض وسول الوصول وشمس وفصول يعني في اغنيه اغنيه الجايه ديت كذا حد طلبها مني عموما ان انا اغنيها لما عرفوا كمان اللايف انا بحبها قوي والمره دي انا حاسه ان انا بغنيها بطريقه مختلفه لان انا عايزه يعني اهديها لروح صديق وشاعر وحد كان صراحه مهم ومؤثر جدا في حياتي وروحه حاضره في المكان لانه يعني عمل لي اكتر اغاني والبومات تحديدا تدور وترجع أغنية جاية هتكون تدور وترجع وأنا بهديها لروح ميدو زهير يسيبك وأول ما حبك يسيبك تخاف قررت تعشق ملاك يلي عشقت الملاك حتى الملاك صدق السنين وأول ما حبك
سيبك وأول ما حبك يسيبك تخاف. نزلتها 2020 وقت الحظر. كلمات ندى شبراوي، الحاني توزيع سامر جورجز. الأغنية الجاية احنا بقالنا كتير قوي ما غنناهاش، فقلنا احنا كنا بنعمل ريهرسل ورضا بيحبها قوي وقعد يقول لي لازم اغنيها. انا بحبها جدا بس يعني هنغنيها لكم يا جنوبي. لو كان داخلنا
لو كان داخلنا اتغسل بالراحة مش بالريح، لو كنا حوشنا العسل قبل العسل ما يسيح، لو كان داخلنا اتغسل بالراحة مش بالريح، لو كنا حوشنا العسل قبل العسل ما يسيح، لو كانوا سابوا الحاجات اصبح حاجات في صحيح، جايز ما كانش القلق
بتفكرني بمشروع النيل، عشان يعني عملتها في مشروع النيل، وشاركتني صديقتي ومغنية اللي بحبها قوي ألصارة، هي مغنية من السودان، وكل ما غنيها افتكر مشروع النيل وافتكركم طبعا. الأغنية الجاية الأغنية الأخيرة، أنا حبيت أطلع يعني معاكم شوية علشان أشارككم يعني بعض الأغاني اللي احنا معرفناش نتقابل ونغنيها مع بعض. الفترة الجاية هيكون في حاجات كتير وأخبار كتير وجديدة وتعاونات مختلفة، فإن شاء الله يعني نستقبل 2021 بروح مختلفة كده. انبسطت معاكم جدا وأشوفكم قريب. أحب أختم بيل معدي. ماشي بزحام الخلي من حواليك، سارح في حلم لسه ما حققتوش، عدت حاجات ما لمحتهاش بعينيك، فاتك كتير من الحلو ما شفتوش. جرب ياللي معدي جنب الحاجة الحلوة تهدي، سيب الدنيا كيف وتودي وفتح عينك وانت تشوف. قرب ارميلي بياضك وهتسمع مني القول، قدامك سكة طويلة لكن في آخرها وصول، نشل على بكرة وحاول تصطاد منه الأحلام، كل ما هتصف في الأول كل ما تكسب قدام. جرب ياللي معدي جنب الحاجة الحلوة تهدي، وسيب الدنيا تجيب وتودي فتح عينك وانت تشوف. من غير لو واسمك عمرها ما تعلى الفوق،
شكرا شكرا شكرا، يعني تصبحوا على خير. مبسوطة جدا جدا معاكم. أنا بس حابة بقى قبل ما أقفل على طول أقدم الباند وصحابي، رضا على الساكس، عظيمة بيركشن، منير بيز، كرداني درامز، شريف علاء جيتار. تصبحوا على خير، و thank you KKV للحفلة، و thank you CNL. شكرا شكرا شكرا. Ha ha ha.